أنتم الآن استمعتم إلى خطبة المرجعية. المرجعية الدينية دائما تنادي بسلمية التظاهرات، أنتم الآن تنظمون أنفسكم، المرجعية تنادي بعدم استخدام اسمها. أنتم الآن كيف راح تتعاملون الآن أو بالمرحلة المقبلة الذين يحاولون أن يستغلون اسم المرجعية وصور المرجعية بعد أن المرجعية كلفت شرعيا ورسميا بعدم استخدام اسمها؟ أنتم كيف ممكن تتعاملون مع حالات يصر عليها الآخرون على أن يستخدموا اسم المرجعية؟ نعم أستاذ نجم، هي سبحان الله هم راهنوا على اسم المرجعية، يعني كانوا يتاجرون به على أبو إحنا مؤيدين من المرجعية، فأجوا مرتين ثلاثة أربعة، وشفت اليوم الحمد لله والشكر بيان المرجعية الأخير ندد بعدم تصريح اسمه أو رفع صوره. إحنا العشائر قاعد نجي خلينا ولدنا، أبا قلنا لهم لا ترفع صورة أي مرجع، أي شخصية دينية ممنوع ترفعها، يعني أصبح تكليف شرعي. أحسن تكليف شرعي لعدم استخدام اسم المرجعية. أحسن تكليف لأنه شرعي لأنه هناك من يحاول أن يندس تحت هذا الباب، والمرجعية قالت نحن لسنا لجهة، نحن مع العراقيين على اختلاف دياناتهم. صحيح، فإحنا اليوم تعاملنا بهذا الشيء بعد ما اجتنا خدام العتبات المقدسة، اجتنا اليوم دخلت ساحة التحرير بعد خطبة الجمعة، مشكورين الأخوة من العتبات المقدسة الكاظمية والعتبة العسكرية وباقي العتبات، بس جوكم. اجونا اليوم جابوا لنا دعم، بس احنا استاذنا هذا الدعم احنا عندنا خير من الله، يعني خير من الله ما محتاجين دعم وكذا. الدعم اللي قاعد يدخل بيه قاعد يدخل بيه مسوسين، مع احتراماتي للي يجونا، احنا قاعد نقول لهم يا اخوان ما نريد تجارة بالرموز الدينية، انت شايل صور السيد السيستاني او صور سيد مقتدى او صور باقي الرموز الدينية، قاعد يصرحون ما حد نقول لهم لا حد يشيلون هاي الصور، انت من خلال هاي راح يجينا المدسوس راح يضرب المتظاهر السلمي، راح يخربون متظاهراتنا السلمية، هم قاعد يراهنون على تخريب المظاهراتنا السلمية، قاعد يراهنون على صمودنا. فاحنا قاعد نوجه من خلال منبركم ومن خلال قناتكم يا اخوان لا تجونا بشعارات دينية، يعني انتهى مفعولها حقيقة يا أستاذ نجم. أكو رسالة مهمة الآن قالها هو، أخوان الثوار يقولون شيئا واحدا، لا مقدس فوق الوطن ولا راية فوق الوطن ولا صورة فوق صورة الوطن، من يريد أن يقدم إلى هؤلاء الأبطال عليه أن يقدم باسم وطن، لا باسم عشيرة ولا باسم شيخ ولا باسم سياسي ولا باسم كان من يكون، قدموا لهؤلاء الأبطال بوطن. سمعتوا الكلام والخطاب الآن، وهذا الخطاب مو مال واحد تعبان ورا شهرين، هذا خطاب لثائر يقول لك أنا آخذ منك بس أنا ما أشتغل باسمك، طب لعراقي أتعامل معك عراقي، الطينتي تخدم وطن أسوقك وطني ما أسوقك بأي عنوان آخر. وهذه نتاجات لثورة وإنجازات لشباب بعد ما تعبوا.